قابلت البارح بالتحديد ضد منتخب اسبانيا. يحضر معنا الكوتش نتاع الترجي الرياضي التونسي نجيب بن ثاير. مرحبا بك كوتش. مرحبا. ايضا معنا فاضل سليمه مدرب ساهم مزرعه الحرس في فاضل. اهلا بك. بك اكثر عايشك. وزميلي وصديقي الاعلامي باسم السلمي. باسم اهلا بك. اهلا بك سليمه مره اخرى. باهي كوتش باش نسمعوا تصريحات سامي السعيدي شنو قال بعد المقابله شنو حكى على الماتش البارح بعد ان نعلقوا. والله نشوف إذا تسألني قبل ما نجي لبطولة العالم تقول لي هل باش نلعبوا بالأداء هذا ممكن نقول لك صعب جدا لأنه في المجموعة اللي توجدنا فيها مع الغيابات اللي عندنا حاليا ومع تشكيل الفريق ما كنتش نستنى الحقيقة في مجهود ممتاز خاصة على مستوى الهجوم لعبنا من غير معناها ندو مع كل الفرق حتى شفنا اليوم مازالوا 12 معناها 12 دقيقة فارق وكنا فارق هدفين مع المنتخب الإسباني كانت كورة فارق هدف لينا. ممكن عامل الخبرة في شوية مشاكل لازم نزيد نخدم عليها وتتصلح خاصة على مستوى الدفاع ممكن قاعدين نكتبوا في برشا أهداف على مستوى الدفاع لكن على مستوى الهجوم الحقيقة راضي كل رضا معناها في كل مباراة قاعدين نسجلوا في معدل 30-31 هدف وهذا معدل ممكن مش متعود عليه المنتخب الوطني التونسي لكن لازم نزيد نخدموا أكثر على مستوى الدفاع. تعرف اليوم التركيبة الدفاعية مش هي اللي بدينا بها في التحضيرات معناها كانوا لاعبين متواجدين معنا في التحضيرات وتغيبوا لأسباب عديدة معناها ما تواجدوش معنا في الدورة هذه إن شاء الله باش نكملوا نخدموا على الأخطاء هذه باش نزيدوا نطوروا الحاجات اللي عندنا نخلوا المكسب اللي عندنا اليوم لأنه تعرف باش توصل تسجل معدل 30 هدف في منتخبات أوروبية صعب جدا يعني حتى قبل كي ناخذوا ستاتستيك المنتخب التونسي كنا دائما عندنا عائق كبير على مستوى الهجوم خاصة نظرا لطول قامة اللاعبين الأوروبيين لكن الحمد لله الإشكال هذا ما عادش موجود اليوم عندنا مشكل كبير هو المشكل الدفاعي لازم نحسنوا فيه المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله. باهي نبدا معاك سي نجيب كنا نسمعوا في سامي السعيدي يبدو فرحان بالمردود في الهجوم في المقابل الدفاع هو النقطة اللي المشاكل نتاعنا فيها. أكيد أنه لما يتكلم سامي السعيدي على الإحصائيات عنده الحق لما نقبلوا 97 هدف في 3 مباريات يعني أكثر من 32 هدف كل مباراة طبيعي جدا أنه نتكلم على الدفاع رغم اني معناها تكلمنا الناس كل خاصه مباراه البرازيل على المستوى الجيد اللي قدمه مهدي الحرباوي في حراسه المرمى لكن المشكل في الدفاع هو كما قلت برشا دويل بيردو من عند في المنتخب التونسي برشا سينكرونيزاسيون ناقصه خاصه لما ثم تصير حركيه مع اللاعب الدائره كيف كيف معناها الدفاع نازل برشا الشيء اللي خلى المهاجمين قريب ياسر واخيرا معناها انا رايي ذي الخاص انه منتخب التونسي ما نجمش يكون عنده دفاع وطريقه دفاع واحده لانه لعبنا تقريبا 60 دقيقه في ثلاثه بالدفاع 6-0 غيرنا بعض اللاعبين كل مره في 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 مركز لكن ما غيرناش المنظومه العامه نتاع الدفاع اللي ممكن كانت نجم تجيب لنا نتائج احسن لانه اليوم نشوفوا اسبانيا حتى في وقت من الاوقات لعبتنا 5-1 بتقدم بلي كوتش لهنا الامكانيات نتاع لاعبيتنا تسمح لنا نلعبوا 6-0 خاصة مع الغيابات اللي مشاو لمصر باللي مورفولوجيه نتاع اللاعبين النجم والله الحقيقة برشا من لاعبية ما نجموش يلعبوا 6-0 لأنه عندنا برشا من لاعبية حركيين وقصار شوية في الـ في الـ في الـ في التاي وبالدليل أنه معناها آخر لاعب جبناه للمنتخب اللي هو حاج يوسف تقريبا خذا 60% 70% من الدفاع التونسي في اللاكس سنترال ممكن كنا نجم نشاركوا يوسف معرف في اللاكس والا محمد السوسي لعب برشا في اللاكس دو ديفونس قبل اليوم ما شفناش نيميرو 3 على اليمين على اليسار بوتيتر هذايا زاد لازم نعرفوا اللي حتى ان نتحولوا للدفاع 3-2-1 ولا 5-1 ما شفناش الملاعبيه اللي نجموا يكونوا يلعبوا 3 اونسيف بل لهنا حتى فان رامي الفقيه ولا حازم باشا وانت تعرفوا مليح تبارك الله التويلز فوق الزوز ميتر الزوز ما كانوش نجموا يعاونوا ولا تنقصهم الاكسبيرينس صعيب عليهم من النيفو هذا في الديفونس خاصه حسب رايي ما كانوش نجموا يعاونوا في الدفاع حسب رايي هذوما زوز اقوى حاجه عندهم هو الهجوم في الوقت الحاضر وبالتالي كنا نجمو نستهلكوهم في الهجوم اكثر من الدفاع اليوم حتى في الترجي الرياضي التونسي لما دخلت حاجم باشا للفريق انا عم ناول معناها شفتنا
اللي قوته في الهجوم، قوته في التصويب، وقوته في الطول نتاعو، وبالتالي دخلناه في الهجوم وخرجوه اون اتوندون يكسب تفضل. عنده برشا عدد بدني، يكسب اكثر فوليوم في بدنه، ليبرتروفي مسكولير يزيد يعرض شويه، يزيد يقوى باش نجم يوقف لدويل. وقتها لهنا نجم يولي اون دوزيام بارتي في الكارير نتاعو، ديفونسور واتاكون. نرجعوا لوسام حمام مثلا، بدا بالهجوم معنا في الترجي، من بعد بروغريسيفمون بالخدمه بالاكسبيريونس، برشا خدمه نتاع مسكولاسيون، يلقى روحه مدافع ووصل حتى مدافع مدافعين في العالم. وقتها ولا لاعب متكامل دفاع وهجوم. بالنسبه لي انا حازم باشا اعتقد انه كان ممكن يستهلكوا برشا في الهجوم المره هذيه، لانه التاي نتاعو المورفولوجي نتاعو تخول له انه يلعب بطوله العالم. انا كنت تقول لي بطوله افريقيا نقول لك اسامه الجزيري، لانه الافريقيين لا فارقه يعليه برشا، ولهنا القوه الفنيه نتاع اسامه تخليه ماركي. وكان تقول لي بطوله العالم نقول لك حازم باشا او رامي الفقيه، اللي تقريبا عندهم نفس المورفولوجي الزوز مع بعضهم، مع لاعبين شبان كنا نجموا نستهلكوا واحد فيهم في الهجوم، خاصه مع التعب الكبير اللي ظهر على مصباح، وخاصه انه ما استهلكناش يوسف معرف في خطه الاصليه وهزيناها ريال دروا، بحكم اللي تقريبا ما استهلكناش لدوغو شي اللي مشاو في البطوله العالميه. باهي، اما دام حكيت على يوسف معرف في البوست هذيك، نسالك انت سي الفاضل، البوست هذيك ديما تعمل عندها صعوبات فيها، خاصه في توا بخلاف حسني ظهر لي، خاصه نحكي على الدفاع، ما عندناش ملاعب يلعب في البوست هذيك. عندنا الاشكال هو متواجد حتى في الجمعيات، احنا في تونس فهمني الظهير الايمن فهمني عندنا اشكال فيه، اللي هو باش يكون ظهير ايمن في الهجوم ومتو يكون مدافع فهمني في البوست رقم اثنين فهمني في الدفاع. هذه متواجده علاش؟ خاطر متواجده على خاطر احنا في الفرق ماناش نصنعوا في اللاعبين اليساريين. مشكله ولات كبيره فهمني، هما اللاعبين اليساريين فهمني هاربين، حتى في اغلبيتهم كنشوف فما يمكن نحل بارونتيز صغيره، راه فما برشا لاعبين ولا يمشيوا للفوت اكثر من الهوند، راه معناها تلقاهم يساريين فهمني يمشي لك الفوت ديما مغرمين بالفوت، ما كانش خاطر الهوند مع عندنا سنين ما فماش لهوه كبيره باهو بالليجون، ما فماش حاجه اللي تجبد الصغير باش يجيك للهوند برا. لهنا الاشكال نتاعنا، الشوا نتاعنا احنا في ليكيب ناسيونال فهمني، امين بنور مرض اخر دقيقه، شكون عندك؟ عندك كان اسامه حسني. في تونس كامله ما عندكش فهمني توا فهمني انسان ينجم يلعب لك في الهجوم والدفاع. فضل عندنا انور بن عبد الله، انور اشرف المرلي، اشرف انا باش نوصلهم لهنا، معناها ما همش راهم نجيب. بص عليك بعضنا الكلمه، انا قبل ما نبدا نلعب بيوسف معرف غديك نجرب الاخرين، نعطيهم فرصتهم الاخرين. اشرف هبط ما عاونش، هو هذاك من حب نوصله. اشرف هبط في اخر زوج مقابلات، ما ما والله اشرف وقت اللي احنا وصلنا خاسرين 9 أهداف فارق في مباراة إسبانيا، سامي حط أشرف في الملعب 5 دقائق الأخيرة، أنا بعيني شفته أشرف يسخن في وسط الملعب، أنا ما بقاش تحضير للاعب هذايا، ندخلوه وهو مازال له 5 دقائق، وهو معناها يزمو شوية وقت، أول بطولة عالم يلعبها، ممكن يلعب في مباراة إسبانيا في مباراة البولونيا مقابل الأولى. شوف وقتاش لعبنا بريك دي، وقت اللي بدينا بانور بن عبد الله اساسي، ووقت اللي وفي المباراه الثانيه ضد اسبانيا، الثالثه ضد اسبانيا، بدينا بانور بن عبد الله اساسي، لعب 7 أو 8 دقائق، ضيع كورتين ضد حارس كبير الحقيقه كيما فرقاس. من وقتها ما عودش شفنا انور بن عبد الله لنهايه المباراه. انور عبد الله راه نجيب خرج في الدقيقه 18، راه لعب 18 دقيقه الاولانيه فهمني، كان عنده معناها ضعف دفاعي كبير، وقلت لك من الجهه هذيك تمركى على جهته هو، راه فهمني 6 أهداف تمركوا من الغادي، راه في اخطاء دفاعيه، راهو معناها احنا مش قاعدين نحاسبوا في اللعبه، ما نحكيو في السار في الملعب، يعني 6 أهداف من الجهه هذيك في 18 دقيقه راه. وفما شكون حتى تكمل كما قلت انت لي دويال ديريكت خسرهم هو. ينجم يكون ثم تغيير ما بين دفاع. تغيير لهنا ناس نسمعك يقولوا في التغيير فهمني، نخرج على خاطر هو قريب للزون شونجمون، يكون التغيير وقتها فهمني في ما بين الدفاع والهجوم. علاش نخسروا الاكيليبر في الهجوم؟ نخسر انا فاهم معاك فهمني، ويوسف عارف نستغلوا في اما الاشكال اللي انا بالنسبه لي انا نشوف فهمني، ما عندناش معناها الظهير الايمن اللي هو يوجع القدام واللي تستناه يماركي لك من 10 بونتو كيما امين بنور فهمني، واللي يعاونك بنفسك انت حتى من هنا باش نقولوا شبيه الدرمول في الهجوم وحل. الدرمول كيبدا بجنبه يلعب بجنبه فهمني، لاعب
ياس معناها اريال دروا يساري فهمني يلقى اسهل باش يخدموا معاه راه. اما كي حتى في موفي كروازمون كي باش يهز على اريال مثلا كيما معرف يلقاها نقولوا بلغه كره اليد على يد الغالطه ما نجمش يوشيني معاه راهو. تفضل احسن ميتون لعبناه في ثلاثه مباريات هو الميتون الاولاني ماتش البريزي شكون عندنا فيها 20 هدف وقتها بن عبد الله يلعب وقتها يافي اون ايكيب ايكيليبري انت اكيد توكت كلامي على اليمين اشهد وعلى اليسار يميني ورغم اللي ما كانش ما حسيناش مصباح وقتها في فورما اما الباقي كل كانوا باهين وصلت كل الاجناب على اليمين على اليسار وصلنا لجبلة في الـ في الـ في لعب الدايره اللعب كان في الويد معناه مرتاح متنوع متنوع ومرتاح شيء اللي خلانا ماركينا 20 هدف في مباراه رسميه دوليه راهو مش سهل بكل بكل باسم غياب حسني في البوست هذيك اسامه حسني بسبب الناس كل تعرف الانضباط والحكايه اللي صارت في المطار سياسة الانضباط هذه هل هو كان الوقت المناسب بعد باش يغيبوا زملاء لاعبية مهمين خاصة في دفاع المنتخب ما كانش نجموا يتلم الموضوع بطريقة مخير؟ أنا بالنسبة لي من الأكيد جدا كان الموضوع يتلم بطريقة أفضل جدا أنت كبيرو كنت تنجم بسهولة تامة حتى ولو الموضوع يعني لدواعي انضباطية لم ننزه حتى طرف ولكن كان لمصلحة المنتخب العليا أنه المكتب الجامعي يقوم بدوره وهذا دوره الأساسي يقوم بدوره تجتمع بالملعبية تحكي معاهم وتشوف شنو هو المشكل اللي صار وكما حكيت انت تو اسلام تلم الموضوع بركة باش تعطي المدرب يعني خيارات أوسع خطر المدربين معنا فما كل ما نعود فيها من أول اللقاء وهي كيفية إدارة الفريق كيفيه اداره الفريق لاحظ معناتها عندك البنك معناتها ياسر شوي ليميتي في التيران برشا امور للمراجعه فحسيت انا بصراحه وانا راهو سامي السعيدي لا نعرف ولا عمري تقبلت معاه معناتها في منتهى النزاهه باش نحكي لك انا حاس انه سامي السعيدي لما عمل الليستا كانه هو حط روحه في كورنر كانه خسر روحه باللغه الدارجه كيرا انا مصباح بركه معناتها يلعب بال 50 دقيقه في 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 في, في الماتش الاول ماركي لك 8 9 بونط ولا قداش في الماتش الثاني نفس الشيء عندك راهو عندك الفرق راهي تقرا والمنتخبات راهي ساهل ياسر في نيفو عالي كيف ماذا اسلام ساهل ياسر منتخب اسبانيا باش يعاود لك يعني يعاود لك ماتش ينجم يعرف لي بوان دو فورس عندك فين لي بوان دو فابل عندك فين في الماتش الاخراني كونتر اسبانيا رانا وصلنا دقائق بيدو واحد يتفرج وعامل يده على خد ما فاهم شيء معناتها المنتخب ما عنده حتى شك تستنى شكون باش يضرب شكون حاله ضبابيه قصوى ليزيلي مشلولين جمله معناتها مع احترامي ليهم والادائهم وكل شيء نحكوا نحن نرجع نقول لك سلام نحكوا بركه على اللي رناه في التيران ما عندنا حتى خلفيات ليزيلي مشلولين نقطه الرضا الوحيده بالنسبه لي فيما يتعلق باي امين درمول اكتشاف خلينا نقول اكتشاف المونديال وخاصه الحارس الجديد الحرباوي وطبعا فالور سور كذا نحكوا على مروان مقايز مش في حاجه انه نزيدوا نحكيوا عليه خاطر فالور سور وحارس اكسبيريمونتي هذوما زاد نقاط المضيئه فيما عدا ذلك بصراحه ما ريتش حاجه تستحق الملاحظه وحاجه كبيره ياسر وش نحن كي نجوا نلخصوا المونديال شو نقولوا عندنا وجه جديد محمد امين درمول مصباح الماتش الاول الشوط الاول نتاع البرازيل وشكر الله وسعي المحسنين وشويه غسان التو وشويه غسان التو اللي هو اوفنسيف مو كابتن باش نحكي عليه في الجزء الاخير نتاعنا بالتومي والبوغال نحن نسالك لهنا نحكي على الحراس باسم كوتش البارح ظهر لي مروان كان واضح ما كانش في فورمه نتاعه حرباوي ولا مؤشرات بها المقابله الثانيه ما تشوفش اللي طول برشا باش صار التبديل في الدخله نتاع مروان اي في الدخله نتاع مهدي من بعد لا رجعت هو بدا مهدي بعد شد مروان ما كانش في نهار الحقيقه هو ممكن انا بالنسبه لي ما تشوفش خذا وقت اكثر من اللي يستحقه انا يظل لي مروان دخوله اصلا انا ما لاحظتش اللي هو دخل لانه ما كنتش نتفكر نستنى في انه يعمل سير تغيير حراس ما كان سيء قال الحرباوي ما كانش سيء ما كانش اكسيلون زاد ما كانش اكسيلون حب يعمل ضربه معناها يا اما عاود يسكرها مروان بالخبره نتاعو لكن نيجي نقول لك توا الحقيقه اونيتمون ياسر دي تي تي وياسر دي تير امون كابل وصلوا الحراس نتاعنا تقريبا شوف اسبانيا البارح تقريبا ثم على 36 هدف ثم تقريبا 8 اهداف من وراء 9 متر زوز ولا ثلاثه دوتشي بايف
انت اليوم شات شويه الكبار باش تصلح لك نجيب بعد 9 البارح قبلنا 13 هدف على 6 امتار 5 اهداف من 9 متر 5 كهو على 31 معناها وصلوا معناها كما قال لك نجيب يعني 31 هدف تقريبا تتت وخمسه كونتر اتاك معناها هنا ما لموش لي جارديان هكا مش موجود خلاص لا مقابل هذه راهو في التريو نيفو كما نحكيو احنا توا رقم 6 نتاع اسبانيا ولا حتى كلهم في لا مقابل ما يضيعوش توا نرجعوا لفرقاس فرقاس البارح ما شفناش وقف برشا كور راه مكابل تبقى الكور اللي شدهم الكل مستحيل ماركي لهم بعيد لانه يشتغل مع مع الدفاع نتاعو مع البار على اليمين على اليسار والكور اللي هما يزموا شدهم فرقاس شدهم اللي هما من بعيد كل كوره نشوطوها من ورا 900 متر وشدها فرقاس ولا على راس راس يحاول شدها فبها ما شدهاش عادي هذيك هذيك تصديق هذيك داخل في اللعبه تصديق لكلامك جهاد جبله 5 سور 5 100% بورسنتاج مع 6 متر على فارغاس اللي من برا الكل صحيح كما قال حتى غسان تومي كيف تقريبا 99% ما كان يضيع كره واحده برك ارجع من برا تقريبا مصباح ما سجلش من برا تقريبا تقريبا كيف ما عاد شويه من مصباح هذا كو اسكندر زيد سجل واحده فقط من برا والباقي تقريبا كل احنا بالنسبه للمنظومه الدفاعيه علاش ندير الحارس المرمى نتاعنا نلقى روحه في معناها مواجهه مباشره راهو على خاطر فهمني محلول الدفاع محلول الدفاع نتاعنا محلول ويخلط يشوط من 7 متر معناها انت تساوي تبارك الله مع الفرز الفراب اللي عنده معناها والفيتاس نتاع الكره اللي تخرج بها ويشوطك من 7 امتار 8 امتار معناها حارس المرمى راه ما تلومش شوف اوما اسبانيا احنا كي حتى باش نشوطوا من 9 متر ولا تدخل الثمانيه راك ما تشوطش مرتاح معناها يضربك ما يخليش الكره تخرج معناها ما يخليش الشوط مرتاح فضل لاكاليتي دي جوار اسبانيول اللي وين يخلق السور نوبل ثم برشا لاعب جماعي الشيء اللي يخليه الاولاني يسيب للثاني يسيب للثالث يلقى روحه تقريبا اللي اشتر ملعب واحد شفت النقطة هذه ما عادش اللوم على الحرس خويا اسلام في النقطة هذه في الناحية الهجومية احنا وقت اللي نلعبوا بلاعبين اللي عندنا سرعة في الهجوم اللعب السريع في الهجوم نلقاو الحلول اما وقت اللي نهبطوا مثال باش نحكي نهبطوا مثال يوسف واسكندر والسوسي باش نبعثهم تروا جوار اللي هما لون في اللعب نتاعهم راك ما تنجمش تلعب مع اسبانيا راك كيكا يلزمك الجوار اللي هو يكون رابيد باش يعمل لك لي كرياسيون دي سباس ويلقى لي سباس لا كونتر درمول فاضل هذاك اللي استهلكناه لين ولا درمول بالكرومب ولين ولا درمول يطلب التغيير ولين ولينا نقولوا بدنيا درمول منهك والحال انه يكونسوم لي بالون بالتالي يتعب اللاعبين. واضح، باهي مازال مكملين حتى لما تسعة ونص نحكيو على المنتخب التونسي فلاش بوست مع زميلي وليد بن حمى بعد راجعين.